هلا بالشباب، مرحبا بكم، مرحبا بكم مليون، حياكم الله. ان شاء الله استانستوا بالدرب واتيناكم بالدرب الطويل، لان دربنا اليوم طويل، يمكن اليوم اطول طريق في الرحلة. اليوم اطول طريق في رحلتنا، رحلة الاغريب، اطولهم مسافة. والله يا محفوظين السلامة، الطريق طلعنا، مرينا على ازمين، مرينا على ايدن، والحين على دنزلي ان شاء الله. طبعا من ايدن الى دنزلي راح تمر على قرى صغيرة، يعني مناطق صغيرة ومزارع، مناطق صغيرة ومزارع، بس الخط سالك سريت، والطريق نفس هذا كذي حارتين وزراعي وجبلي، وتمر على المناظر والجبال والسهول وهكذا. في بعض الإشارات مثل هذه الإشارة اللي قدامي، لما توصل القرى ولا المناطق، هذه القرى مثل اللي على يساري صغيرة، راح تطلع لك إشارة، في عليهم إشارات، وهذا شيء مزعج. في منطقتين بعد بايخين، فيهم شوية ازدحام وشرطة مش عارف ايش، حتى وانا طالع منها رادار، عرفت؟ بس يعني الطريق سالك، مو ازدحام وكثافة، لا، بس مزعج يعني بالخط. بس ابو 5 دقائق، لا اكثر ولا اقل، وتكمل طريقك يعني عادي. تدري يعني منطقة عليها كثافة، سوق، شوي يصير فيه حركة. وطبعا على الخط تحصل مثل هذول الجماعة، عسل، فواكه، كل ما لذ وطاب موجود على خط السفر وانت ماشي، كلها حقول وزراعة، أمورك طيبة يا الحبيب. ما شاء الله السهول هني، الجبال، الزراعة، خير خير من الله، اللهم زيد وبارك. والله قاعد توصلني كم سؤال بالنسبة حق هذه العبارة، واحنا رايحين ميكنس. وفارس ما سولف لنا عن المرأة أم الكلب، عسكم الله مع الشايب، ما سولف لنا يا جماعة، أنا ما سولف، بس لا تخلوني أسولف، خلوني ساكت، لا تفتحوا المواضيع، تسكرت. والله شوفوا هذول الاثنين، الحجي متزوج هذه المرأة، والمرأة ما شاء الله يعني الحجي حركته ثقيلة وشايب، وهي نشيطة تسوي كل شيء وتخلص وتضبط أمور السيارة والحج ومش عارف ايش والعبارة، يعني كانت تتحرك مكان. والأخ هذا متكي حاطري العاريل وما ادري ايش اقول. المهم انا عجبني نشاطها، وعجبني طريقتها، زين انسانة يعني مثل ما تقول نشيطة وتخلص يعني شغلها عن يعني عترة، عرفت؟ فصاحبكم الفقير لله، انا تزوج مرتين، الأولى عندي منها فارس وجنى، الثانية عندي منها 4، جوان ومحمد وحسين وعبد الله. هذا اللي توه قلت خلاص شنو يبي له ثالثة يا أبو فارس. بس بيني وبينكم ايه، وتسولفون برا اليوتيوب، بس هني السؤال، قلت خلاص انا اذا صرت شايب زين، والرحلات بعدين ما اقدر مثلا اسوق كذي ولا اعبر مناطق وهذا، سكرب انا، قلت اخذ واحده نفس هذا نشيطه وهبريح، ها زين، حتى اسلمها القياده، اقول لها قضبي السكان وروحي، انا اقعد ورا اصور، بعد اقعد ورا واصور وطالع تليفوني وهذا، وهي رايحه
تروح تخلص رسوم وجمارك ومش عارف حتى حدود بعد. فهذه اللي عجبتني السالفة يعني. بعدين شفتها يوم دشوا ميكانوس يعني دشت ودتها المطعم لبسه وجنتل كشخه وهذا وياي بدل السالفة يازت لي عرفت بس بيني وبينكم عاد ترى أنا مو ناقص زين ترى أنا مو ناقص بس هذا بيني وبين بس رأيكم مو خوش فكرة والله ترى أنت يعني بالأخير شو خلاص خذ لك بعد خذ ثانية خذ ثالثة خذ رابعة شنو قاعد شايب أنت قاعد على در 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 دربك خضر يا الحبيب دربك خضر روح روح. أخذنا اليوم مشوار جيد حتى بديت أشوف لافتات أنطاليا تمام. احنا طريقنا من هنا الى دنزلي شو السالفة هني باصات ضار محطة باص او شيء عبد خط عمان او ناس تشتغل روحي روحي طريقنا من هني هذا الحين راح نعبر على النهر ان شاء الله باقي لنا 20 كيلو ونوصل. هذا نهر نبي نروح مكان في ظاهرة طبيعية من الله سبحانه وتعالى رايحين نشوفها الطريق الى المنطقة زراعي اسم المنطقة باموكالي بس ما قريت على اللافتة توه باموكالي بين الحقول بس انا اعتقد عند الجبل اللي راح نعبر بعد نهر الظاهر نهاية الحقول هذه نهر بعد النهر الجبل اللي أمامي بس ما أدري هل هي منطقة سكنية أو باموكالي أو مكان أو يعني مكان يعتبر مياه معدنية أو سياحية أو شيء كذي أنا ما عندي معلومات كافية نوصل هناك ونشوف هذا آخر حقل هذا جسر النهر نحن الآن فوق النهر نهر زعنونو 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 ما مو كالي منطقة فلاحين بالكام كلها يعني تقريبا من آيدن إلى دنزلي عبارة عن زراعة بس الجو حار هني درجة حرارة 38 لو سمحت على بطوفك عشان لا تترس الشوتة جد عرفت يا طيب شكرا انك ما خليتني بس شكرا هذا القش هذا يطير جد انا سويت اسف 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 يا صديقي بس very good هذا نهر كذلك فرعي صغير شوف هذه الانهر العابره
هي اللي تنعش هذه الحقول. شاهد الحقول اللي انا قاعد اقول لك على في انهر تعبر وترتوي الارض وتطلع من الخير والخيرات. اللهم زيد وبارك. قاعد يسوون مجرى حق الماي بين حقل وحقل، يسوون مجرى. يا طيب انت وش قصتك؟ تبيني اطوف؟ شكرا. شوف ما شاء الله كأنك تمشي على مسطرة. مسطرين صح؟ ما شاء الله. دشينا قرية سعنونة وموكالي يسار. ما شاء الله هني الفلاحين بالقرى عندهم مثل دراجة أبو ثلاث تواير. اسمعني اسمعني زين، الكلام اللي أنا قاعد أقوله الحين مهم، أو يعني مو مهم، يعني مو قصدي إنه مهم، قصدي إنه لا هو مهم للاطلاع حتى الواحد يفهم. لقيت ان هي الحجيات الامهات او كبار السن اطفال باعمار العشر سنوات يركبون هذه الدراجة ام ثلاث تواير اللي فيها كرسي ورا، شي يسمونه تيك توك او شيء صغير، بس اصغر من التيك توك، وياخذون الحجية يروحون فيها السوبر ماركت او يرجعون بالمنطقة نفسها بالقرى عند الفلاحين. فيا اخي هذا شي يدلك ان الطفل في هذه القرى او عند الناس الفلاحين مهم، يشتغل ينتج، عرفت؟ يدرس ويشتغل وينتج ويساعد والدينه ويساعد بيته ويزرع الحقل ويساهم في انتاج، في الانتاجيه للاسره. فهمت علي؟ يقدم خدمات، يطلع منه خدمات للاسره. بينما الطفل اللي يولد بالمدن اللي موجود في المدن أصلاً هو استهلاكي، لا منه لا فايدة ولا عايدة، ماكل شارب نايم زين، ويصرف عليك ويلعب جيمز ويأذيك. لا منه فايدة ولا عايدة، وراح يكبر ويشوف حياته وبس، وماكو اي انتاجية للأسرة. صح؟ هذه نظريتي صحيحة ولا لا؟ نظريتي صحيحة، لاني قاعد اشوف الطفل هني بالحقول هذه او في القرى، قاعد اشوف، شوف بس مرور، هذا بس مرور قاعد امر، لكني قاعد اشوف ان الاطفال قاعد ينتجون في هذه الاسر وهذه الحقول وهذه المناطق، في منهم انتاجية. يعني توه لما شفت الطفل هذا شلون شايل الحجية وموديها السوبر ماركت بيرجعها، خلاني أشوف شيء مو واضح. قاعد أقول يا الله سبحان الله، يعني هني الأطفال في لهم معنى، في لهم معنى، ينتجون. بينما الأطفال في المدن الحديثة تغير هدفهم، صاروا يعني بدل لا يكونون إسناد للأسرة أصبحوا عالة أو مصرف للأسرة. صح كلامي؟ أنا شفيني شفيني، مرة على الحريم مرة على اليهال. شفيك يا أبو فارس، درب 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 يا طيب، درب طالع سيدة سيدة. احنا رايحين حق ما شاء الله، شوف
البياض هذا شلون طالع وسط هذه الجبال. شوف يا صديقي، زوار بعد، ها حضور زوار. شوف شلون تذاكر فيه، قديش هناك لين تصعد فوق. سبحان الله، يعني الطريق ما يدل ان فيه هالكثر ناس، يعني ماشي طريق فاضي. وصلت هني عالم، نصفط نمشي كذي ونطالع المنطقة قبل أن نصف يا سيدي. وصلت لآخر دشة الجبل، بوابة أخرى على الموقع، بوابة أخرى، لكن أنا أفضل هذيك البوابة لأن فيها خدمات وفيها حركات، فأنا أفضل ذيك البوابة. ننزل مرة ثانية هناك على الجبل، وهم صور الجبل هذا ما شاء الله، يعني فيه يعني طبيعة غير عادية صراحة. مصورينه، شوف مصور، في بوابة هنا من فوق وفي بوابة اللي مرينا عليها هناك، فيها خدمات ومطاعم وناس. هاي الظاهر لا طريق ثاني، لأن وانا جاي من جهة ايدن الخط يعني ما يدل ان في كذي سيارات وباصات وعالم، يعني قاعد امشي بالخط يعني ماكو، انا وسياره سيارتين، دشيت بحقول وما وين، من وين طلعوا هالبشر؟ فظاهر هذيل جايين من جهات اخرى، من شمال مثلا بورصه، اسطنبول، انطاليا ممكن، يعني اتوقع توقعاتي. بس هذا شلون كذي، يعني شلون، سبحان الله، شيء عجيب صراحه. شلون يعني، شوف شوف المنطقه، انت شايف الجبال والمنطقه، انت شايف، انا شايف، شايف، شوف شلون هذا البياض، كأنك انت بمكان ثلجي طالع كذي وسط الجبال. ايش معنى هني وليش كذي؟ سبحانك يا رب. والله انا ما عندي فكرة بالضبط عشان افيدكم، لكن الحل موجود، الحل موجود الربع، الحل موجود. الحين اعطيكم الحل،
ماريا، ماريا. السلام عليكم، مرحبا بك يا ابو فارس، تفضل انا بالخدمة، كيف يمكنني مساعدتك؟ الله يعطيك العافية ونحتاجك اليوم. تفضل، ماذا تريد؟ وعلى تمر بس حبيبتي، روحي هناك شوفي لنا شو الاوضاع، شنو هذا؟ ما ندري شنو، فممكن يعني تفيدينا مع التمر؟ حسنا، انا بالاتجاه لاستطلع لك الامر. ماريا، كيف تسمعيني؟ كيف تسمعيني يا ماريا؟ أجب. واضح واضح، مرر. ماذا ترين بالأعلى؟ ماذا يوجد على هذا الجبل؟ وما هو هذا البياض الذي نشاهده في الأعلى؟ ما قصة المكان؟ إذا بإمكانك تفيدينا. هذا الموقع يسمى بامو كالي أو بامو قلعة، أي قلعة القطن، وتكتب أيضا بامو كال، وهو موقع طبيعي في دينيزلي في جنوب غرب تركيا. تشتهر المنطقة بمعدن الكربونات الذي خلفه تدفق مياه الينابيع الحارة. تقع باموكو قلعة في منطقة وادي نهر مندرس الذي يتمتع بمناخ معتدل معظم أيام السنة، وهي تجذب الزائرين إلى ينابيعها الحارة منذ العصور التقليدية القديمة. طيب، ليش اسمها قلعة القطن؟ هل في شيء يتعلق بالقطن في المكان؟ هل هذا ملح أو قطن؟ ما هي المواد اللي قاعد يعني تترسب أو اللي طالعة من المياه الحارة؟ تتكون المصاب المائية من الترافرتين، وهو صخر رسوبي رسبته المياه المعدنية من الينابيع الحارة. يوجد في هذه المنطقة 17 ينبوع حاراً بدرجات حرارة تتراوح من 35 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية، وتترسب كربونات الكالسيوم في قسم بطول 60 إلى 70 متر يغطي مساحة حجمها. عندما يصل الماء مفرط التشبع بكربونات الكالسيوم إلى السطح، ينبعث منه غاز ثاني أكسيد الكربون وتتراكم كربونات الكالسيوم، ثم يترسب الماء المشبع بكربونات الكالسيوم على شكل هلام ناعم يتبلور في النهاية إلى ترافرتين. والسطح الحجري المتلألئ ذي اللون الأبيض الثلجي تشكل على مدى آلاف السنين بواسطة الينابيع، حيث تتساقط المياه الغنية بالمعادن ببطء على سفح الجبل وتتدفق إلى أسفل المصاب المعدنية إلى أحواض السباحة الموجودة بالأسفل. ويقال أن التكوينات هي قطن متيبس لمحصول قطن في المنطقة تركه القدماء ليجف. واضح أن هذه التراسبات جعلت من هذا المكان مميز جدا، وأيضا أشاهد هناك الكثير من الزائرين لهذا الموقع الجميل والسياحي للاستمتاع بالمناظر وأيضا للتداوي في هذه الينابيع المعدنية الموجودة في الجبل. هذه المنطقة كان يأتيها الزائرين منذ زمن الإغريق،
وعندما أعلنت اليونسكو الموقع كموقع للتراث العالمي عام 1988 أزيلت الطرق وهدمت الفنادق التي بنيت فيها لأنها كانت تستنزف المياه الحرارية في أحواض السباحة بها وتسببت في تلف المصاب المائية. وقيد إمداد بالمياه في محاولة للحفاظ على الموقع العام والسماح للترسبات بالتجدد. يمنع الوصول إلى المصاب ويطلب من الزوار اتباع مسار محدد. شكراً لك يا ماريا، ما قصرتي. يا ليت الحين ترجعين باتجاهي، لأني أشعر بالجوع وأنوي تناول وجبة الغداء في هذا الموقع. حسناً، أنا قادمة. لقيتيني ولا بعد قاعد تدورين علي؟ الله يعطيك العافية، ما قصرتي. رايتك بيضة يا ماريا. أنا بالخدمة أي وقت. Thank you. يلا نزلك. أنا قاعد يا شباب في أحد المطاعم مقابل الموقع الجميل هذا. شوف مقابل العرسان، عرسان يأخذون التقاطات جميلة وصور في هذا المكان الجميل بين الأوزات والبط. ونزلت لكم ذاك الستيك الحين في هالمكان. يا سلام يا سلام، بس الجو حار، درجة الحرارة 35. حطينا الشاي، بس حاط لنا تهوية. وهو هني حار بس مو نفس يعني الخليج. لا، لما يكون حار انت قاعد بالظل، لا الجو ممتاز ما تعرق. فبنتقدى هني، وشكلي شكلي بسكن هني. وكأنك ما تدري، زين قاعد في المكان في الأجواء اللطيفة والجميلة في المكان، كأنك ما تدري كذي، ويطيح قدامك هذا، يطيح قدامك كذي هاللحم وهالعيش. أي با أي با، والكولا الباردة. يا سلام، عاد انت من زمان بعد ما ماكل لحم. وي 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 وي، نخب الوصول إلى باموكالي. شو اسمه؟ باموكالي. نخب الوصول. هذا شاينا هني الحين يا شباب، شاي عدل. يلا تعال ناكل آيس كريم مع البط. هذا بط ولا وز؟ لا وز 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 وز، مو بط، نوع من أنواع الوز. البطة هذه، هذه القزمة، هذه بط. أنت شايبك بينهم أنت؟ هاي الجكرة، شايبك بين الحلوين؟ ما شاء الله. يا احلى من هذه الاجواء، يطير حولك ريش الوز، يطير حولك وعليك، وتاكل ايس كريم في هذه الاجواء الراقيه في دنزلي الجميله. لا هذه مو دنزلي، هذه باكامولي. صح، باكالامي، باكامولي يم دنزلي. تروح دنزلي تروح باكامولي، مكان سياحي.
تبين برد؟ شكلك ما تطوفين شيء، صح؟ وسكننا يا شباب في نفس المنطقة، ما رحت منطقة دنزلي، زين؟ لقيت فنادق، قلت ليش اروح دنزلي؟ خليني اسكن في نفس المنطقة. فتميت في نفس المنطقة وسكنت. ما راح اتكلم وين سكنت وهذا نخليه في الحلقة القادمة، لأن الحلقة هذه شكلها طويلة طالت، نبي نخفف منها شوية. إن شاء الله من هني الحلقة القادمة راح نطلع على أنطاليا باقي الطريق، حتى إن شاء الله نقابل العائلة بإذن الله. راح نتوجه مهني إلى مطار أنطاليا بإذن الله تعالى. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا إن شاء الله في حلقتنا القادمة. مع تحياتي أخوكم ومحدثكم كويتي ليدر، يحييكم من بكمولي سلمولي، بحبك يا ستموني مهما فيك الناس لموني.